الدفاع عن النفس في الشارع من الأمور المهمة جدا التي يجهلها الكثير من الناس، وبالأخص الفتيات اللواتي قد يحتجن لهذه المهارة للتخلص من أي معتد عليهن. في المقال التالي سنعرض ثلاث حركات بسيطة قادرة أن تسقط أي معتد عليك في مدة 5 ثواني. الضرب بالرجل مباشرة نحو الأعضاء التناسلية. هذه المنطقة شديدة الحساسية للضربات المباشرة، بحيث تسبب ألما قاسيا وعجز حركي تام وواضح في ثوان معدودة، ولذلك ينصح بالتركيز عليها دائما عندما تتعرض لسارق أو لمعتد عموما. توجيه لكمة قوية جدا. أهم ما يميزها هي أنها تقوم على تحريك الخصر أثناء القيام بها، مما يكسبها قوة كبيرة جدا وفعالة في إسقاط الخصم مهما كانت قوته. الضرب خلف الفخذ. تمر خلف الفخذ عدة شرايين تتأثر بالضربات القوية من القدمين، بحيث من الممكن أن تتمزق الأنسجة العضلية فلا يستطيع الخصم مجرد الوقوف على قدميه. تلك المنطقة ضعيفة وسريعة التأثر بالضربات، وقد تسقط المعتدي في ثوان معدودة. استخدم إحدى تلك الضربات لإسقاط الخصم، لكن رجاءً لا تستخدم كل تلك الضربات معا، فقد تؤدي إلى هلاكه.